بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، بفضل الله ومنه وكرمه ما زلنا نواصل هذه المحاضرات الطيبة الماتعة النافعة، وما زلنا مع هذا البرنامج المبارك وهو برنامج تطوير معلمي الحلقات القرآنية برعاية الدرر الحسان في القراءات العشر للقرآن. مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة. تحدثنا في لقائنا السابق عن الكلمة وأهمية الكلمة لمعلم القرآن، ولا بد أن يتصف بحسن النطق وحسن البيان، كما تحدثنا عن شخصية المتحدث وأنه لابد أن يكون دمث الخلق ويعني شخصيته جذابة. وأكدنا أنك لا تطلق النار على قدميك، فالبعض يكون هو متميز ولكنه في نفس اللحظة يقول عن نفسه أنه والله أنا قد لا أكون أحسنت، أو لا يعني كان أدائي غير لائق، فهذا كمن يطلق النار على قدميه. وقلنا أن الإنسان يستطيع أن يتذكر 20% من الحوار. دعونا هذه النقطة يا جماعة، فدعوني أعيدها مرة أخرى يعني من فضلكم. يبدو أنه فيها خطأ كان معين في التسجيل، لذلك أنا سأعيد هذا الأمر. طيب، الإنسان يستطيع أن يتذكر من الأشياء التي يعني تقع أمامه 20% إذا كان هناك نوع من الحوار بين شخصين، أو بينه وبين شخص آخر، أو بين شخصين، يستطيع أن يتذكر 20%، لكنه يستطيع أن يتذكر 30% من المشاهدات فقط، التي إذا شاهد شيء معين دون أن يسمع له صوت أو يسمع له يعني مثلا ما شبه الصوت، إذا يستطيع أن يتذكر حوالي 30%. النسبة تزيد مع الأشياء التي يراها ويسمعها، 50% من الأشياء التي يسمعها ويراها، وتزيد الأشياء إلى 70% من الأشياء التي يقوم بها. لذلك نبهنا في لقائنا السابق أنه أنت كمعلم للقرآن لابد أن تهتم بالنسبة الأخيرة، إذا لابد للمعلم أن يهتم بهذه النسبة العالية. لذلك المعلم لابد أن يحاول أن يعني يشارك الطلاب في هذا الأمر، بحيث أنها تزيد هذه النسبة إلى تقريبا 70% من الأشياء التي يستطيع أن يتذكرها بعد ذلك هذا الطالب. تحدثنا عن ذلك بالتفصيل، لكن يبدو كما قلت أنه في مشكلة كان في التسجيل. أيضا تحدثنا عن الوسائل التعليمية، وعرفنا الوسائل التعليمية كذا تعريف، وقلنا أنه تصنف الوسائل التعليمية إلى 3 أصناف: وسائل سمعية فقط، أو وسائل بصرية فقط، أو وسائل سمعية بصرية، وتحدثنا أيضا عن ذلك بالتفصيل. وأتينا بهذه الوسيلة الخاطئة لنرى يعني رد فعلكم عليها، وتقريبا الكل أجمع على أن هذه الوسيلة أو هذه الشريحة غير مناسبة. حتى حديثكم عن هذه الشريحة وكلامكم عنها كان جميل جدا، والجميع يعني تقريبا اشترك في أن هذه الشريحة غير لائقة. ثم انتقلنا إلى أمر آخر، هو معدل تذكر الأمور، سواء الأمور السمعية فقط أو البصرية فقط أو السمعية بصرية، وبينا أن النسبة بتاعت السمع البصري أعلى بكثير من الأشياء التي يعني كانت سمعية فقط أو بصرية. لذلك المعلم لابد أن يهتم بالأمور السمعية البصرية. وأيضا تحدثنا عن فوائد الوسيلة التعليمية، تحدثنا عن 5 فوائد، وطبعا هي أمورها أكثر من ذلك لكن اختصرناها في 5 أمور. وقلنا من أساسيات استخدام الوسائل التعليمية تحديد الأهداف التعليمية التي تحققها الوسيلة بدقة. أمر آخر معرفة خصائص الفئة المستهدفة ومراعاتها، كذلك الاستعداد للوسيلة وتجربة الوسيلة قبل استخدامها، وتهيئة أذهان التلاميذ، كذلك تهيئة الجو المناسب لاستخدام الوسيلة،
إضافة إلى استخدام الوسيلة في الموعد المناسب، كما تحدثنا عن استخدام الوسيلة في المكان المناسب. ولا يخفى أنه لابد للمعلم أن يتابع مدى استجابة الطلاب لهذه الوسيلة، كذلك أنه ممكن للمعلم أن يكرر هذه الوسيلة لكن بحذر شديد من تكرارها، لا يكون لمجرد التكرار، لكن هل ممكن أن يكررها يعني إذا شعر أنه والله الفائدة لم تتحقق؟ نعم، يستطيع أن يكررها. كذلك التنويع، تحدثنا أنه لابد أن ننوع في الوسائل، لا يكون دائما نفس الوسيلة نفسها. ثم تحدثنا أيضا عن طبيعة الوسيلة، كل هذا تحدثنا عنه بالتفصيل، أيضا عن سهولة الوسيلة ولا تكون معقدة. كذلك لابد أن تكون واضحة، إضافة إلى أن المعلم لابد أن يكون لديه مفتاح لكل إجابة أو لكل سؤال حتى يجيب على هذا السؤال أو الاستفسارات الضرورية من قبل الطلاب الخاصة بالوسيلة، يعني الاستفسارات الخاصة بالوسيلة. كذلك معرفة خصائص الفئة المستهدفة ومراعاتها، إضافة إلى أنها لابد أن تكون جذابة. ثم تحضير بديل إذا كان هناك طارئ معين ولم يعني يستطيع أن يعني يتعامل هذا المعلم أو يستخدم هذا المعلم هذه الوسيلة، ممكن أن يكون هناك بديل آخر، كما قلنا انقطاع كهرباء أو ما شابه ذلك، لابد أن يكون هناك نوع أو بديل آخر لهذه الوسيلة. آخر شيء تقويم الوسيلة، لابد أن يقوم هذه الوسيلة. ثم تحدثنا عن سلبيات تقلل من نجاح استخدام الوسيلة، قلنا أنها لا تستخدم أو أنت أيها المعلم لا تستخدم قاعدة 5 في 5 أو قاعدة 3 في 3. أيضا الوسيلة التعليمية أن تكون معروضة مسبقا، والوسيلة قد تكون فوق كلام على السطور أو على وسيلة أخرى. بقاء هذه الوسيلة أيضا بعد الانتهاء، انتهى من المعلم يبقيها، وهذا خطأ، أنها غير واضحة وأنها طويلة كما في الشريحة الأولى التي عرضناها عليكم قبل قليل. ثم تحدثنا عن الألوان وكيف المعلم أن يستخدم الألوان، وما هي الألوان الجيدة والجميلة وما هي الألوان السيئة، كل هذا تحدثنا عنه بالتفصيل. بهيك أنا بكون رجعت محاضرتي السابقة. مين عنده سؤال أو استفسار؟ ندخل إلى محاضرة اليوم. محاضرة اليوم مهمة جدا، طلبت منكم قبل قليل قبل بداية المحاضرة أن نحضر ورقة وقلم، لكن دعونا قبل ما ندخل إلى التمرين ننطلق إلى محاضرة اليوم. كالمعتاد، ما هو الغاية من هذه الدورة؟ الغاية من هذه الدورة هو المساعدة في تنظيم التعليم القرآني وتطوير شخصية معلم الحلقات القرآنية من جميع الجوانب لإعداد معلم متميز. كما أنه شعرنا في هذه الدورة هو ثمرة وفائدة الدورة أكبر بكثير مما تتصور. من أهداف محاضرة اليوم، أولى هذه الأمور هو أن نتعرف على أنواع الأسئلة داخل الحلقة القرآنية. الأمر الثاني، اكتساب الكفايات الضرورية اللازمة للرد على الأسئلة. أن نبين بعضا من الأسئلة التي تقيس مدى تطور معلم الحلقة القرآنية. إن شاء الله سنتعرف على مقياس ضروري لمعلم الحلقة القرآنية يقيس نفسه، بناء على هذه الأسئلة يعرف مدى تطوره أو عدم تطوره. أن نعبر عن تقديرنا للأسئلة الهامة من قبل طلاب الحلقة القرآنية. طيب، الأسئلة وكيفية التعامل معها، لكن قبل ما ندخل إلى هذه الأسئلة أطلب منكم تحضير الورقة والقلم اللي سألنا عنه قبل قليل أو طلبت منكم قبل قليل توجدوها قبل المحاضرة. جاهزين يا جماعة؟ الكل جاهز؟ طيب، أريد أن أطلب منكم شيء تكتبوه على الورقة بشكل سريع، تمرين بسيط هو وسهل، لكنه يعني فيه يوجد من وراه هدف إن شاء الكريم. بعد ما نخلص من هذا التمرين نحدد لكم هذا الأمر. معكم في نصف دقيقة، الكل يكتب لي أكبر عدد، انتبهوا للسؤال. ديروا بالكم يا جماعة، السؤال ما في يعني نوع من الغموض أو في نوع من يعني شيء وراء هذا السؤال، سؤال طبيعي جدا، لكن كتمرين. الهدف من هذا التمرين فقط لأجل التمرين لشيء معين راح ناخذه بعد التمرين.
ولكن السؤال الذي سأطرحه عليكم الآن بإذن الله تعالى سؤال عادي ما لا يخبئ خلفه أي شيء غامض. طيب، أتمنى منكم جميعا الاستعداد جيدا، معكم نصف دقيقة. الجميع يكتب أكبر عدد من الأشياء ذات اللون الأبيض، أكبر عدد من الأشياء سموا، مثلا حليب، اكتبوا حليب، وهكذا. يلا نسمع منكم، معكم نصف دقيقة بسرعة. انتهى التمرين، رجاء الكل يترك الورقة. الآن سنأخذ التمرين بطريقة أخرى وبشاكل أخرى. أيضا يعني جهزوا أنفسكم للورقة والقلم. نفس السؤال أكرره لكن بطريقة أخرى. لو تكررت الإجابات في السؤال ما في مشكلة، لو تكررت ما في مشكلة. السؤال الآن يقول اكتب أكبر عدد من الأشياء ذات اللون الأبيض في الثلاجة، داخل الثلاجة. بسرعة، نصف دقيقة أيضا معكم يكفي. الرجاء ترك الورقة والقلم، الرجاء ترك الورقة والقلم. طيب، مين منكم جمع أكثر من 5 أشياء في المرة الأولى في السؤال الأول؟ هيفاء، كم واحد؟ كم هيفاء؟ السلام عليكم. عليكم السلام. تقريبا 13. ما شاء الله ما شاء الله. طيب، الأستاذة مهيمنة؟ 7 ما شاء الله. الأستاذة فاطمة؟ 9 تقول، كاتبة 9. طيب 9، تمام. طيب البقية، نعيمة، الأستاذة نعيمة تكتب 4، الأستاذة فوزية 4، سمية 6، نور 5، أم فاطمة 4، تمام. طيب، السؤال الآن لكم مرة أخرى، كم عدد، مين جمع أكثر من 5 في المرة الثانية، خصوصا ممن لم يجمع أكثر من 5 في المرة الأولى؟ مين يرفع لنا اليد؟ يعني شعر بفارق كبير بين المرة الأولى والمرة الثانية. أستاذ مهيمن، طب مين جمع أكثر؟ أستاذ هيفاء، أستاذ نعيمة؟ أول مرة 4، الثاني 5. الثاني 5. الأصل في هذا التمرين أنه يكون الفارق في الثاني أكثر، لكن لماذا أكثر؟ لماذا أكثر؟ مين يقول لي؟ حتى اللي جمع مثلا طلع عنده منكم أكثر عدد، حتى لو بفرق 1 أو 2 أو 3، يعني ليس بفرق كثير، ما هو السبب أنه يكون الثاني أكثر من المرة الأولى؟ أستاذ مهيمنة، لأنه كان في تخصيص، يعني فكان تفكير مخصص، يعني أكثر موجه لحدث معين. ولكن أول مرة كنت أدور عشوائي صراحة، أفكر وين الأبيض ممكن يكون. تمام تمام، ممتاز، رائع رائع يا أستاذة مهيمنة. أستاذة هيفاء، أيضا ممكن دكتور، لأننا أخذنا يعني فكرة عن التمرين في المرة الأولى، فأصبح الشيء ربطنا ذلك بالعقل، فأصبح الشيء تفكيرا أيسر لنا. تمام تمام، الله يفتح عليكم. طيب، هو الأصل كما تحدثت الأستاذة مهيمنة كذلك، أنه لاحظوا إحنا في المرة الثانية بدأنا نحدد، يعني حددنا تفكيرنا في شيء معين. أنا إذا قلت في الأول، في السؤال الأول اكتب أكبر عدد من الأشياء ذات اللون الأبيض، الآن الإنسان عنده نوع من التشتت، هو لا يعرف الآن هو يفكر داخل المطبخ، خارج المطبخ، داخل البيت، خارج البيت، في العمل، خارج العمل، الآن يبدأ نوع من التشتت لديه. لكن عندما قلت داخل الثلاجة، الآن بدأنا نحصر الجبن، الحليب، بغض النظر الأشياء بشكل عام بدأنا نحصرها داخل شيء معين. لو قلت لكم مثلا داخل المنزل، ممكن تكون أيضا حصرنا أشياء. لكن في السؤال الأول عندما كان سؤالي عشوائي أصبح عندنا نوع من التشتت. طب لماذا نستفيد من هذا السؤال أو من هذا التمرين؟ ما هي الفائدة المرجوة من هذا التمرين؟ مين يقولنا؟ أبو أيمن تفضل. السؤال يجب أن يكون واضح المعالم، محدد الهدف، يعني هذه بأبسط ما يكون وصفه. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، ممتاز، رائع أبو أيمن. أستاذة فاطمة، أن يكون طرح السؤال في حالة أن لا أقيد الإجابة، يعني أحصر تفكير الطالب في جزئية معينة أنا أريدها،
أنتم تفضلتم حتى طريقة طرح السؤال. السؤال الأول، ما هو أكبر عدد؟ فأنت فتحت المجال. أما السؤال الثاني فقيدته بداخل الثلاجة، فيجب تعاملنا مع الطلب أن يكون هكذا، أن أترك الخيال الواسع إلى التفكير. الله ينور عليك، أوجزت وأفدت، الله يفتح عليك. إذا ضروري أنا كمعلم للحلقة القرآنية أنه أبعد الخيال الواسع عن الطالب وأحدد مسار السؤال في جزئية معينة حتى يستفيد منها هذا الطالب أو يستفيد من هذا السؤال، ويكون رد الفعل على هذا السؤال والإجابة على هذا السؤال مقيدة على الجهة التي أريدها. لكن لو كان سؤالي عام عشوائي، الآن بدأت المشكلة تتسع في أنه قد تكون الإجابة إجابة الطالب غير واضحة وليست في صميم الذي أريد أنا كمعلم للحلقة القرآنية. طيب، إن شاء الله تكون استفدنا من هذا التمرين. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن الأسئلة وكيفية التعامل معها. طيب، قبل ما ندخل لموضوع الأسئلة يهمنا أن ندخل يعني مدخل عام لهذا الأمر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قل خيرا أو اصمت. طيب، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الآية: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما معنى ذلك؟ أي يقولون قولا يسلمون به ويدفعون المقابل عنهم. إذن هذه الأمور اليوم إن شاء الله راح نتحدث عنها، عن الأسئلة، بهمني جدا. لكن إحنا لابد أن ننتبه دائما أنه إحنا من أهل القرآن، نسأل الله أن نكون منهم، ولابد أن دائما نحسن النية بالنسبة للشخص المقابل أمامنا. إحنا اليوم راح نتحدث عن بعض الأسئلة قد تكون نية السائل هي نية غير صحيحة، لكن دائما الأصل أن نحسن النية عند الإنسان المقابل لنا. السبب في ذلك كما قلت أنه إحنا مجتمع قرآني، مجتمع مسلم، لابد أن نحسن النية دائما في الإنسان المقابل. طيب، إذا أنا مثلا تعرضت لأحيانا ممكن مثلا مشرف يعني يكون سيء نوعا ما، سيء الخلق أو كذا، ممكن يشتم هذا المعلم. أحيانا ممكن طالب يكون مثلا قليل الأدب أو كذا أنه يشتم هذا المعلم. أنا حديث الآن قبل ما ندخل إلى موضوع الأسئلة ستحدث عن يعني استراتيجية عامة في الرد بشكل عام. طيب، لو كان هذا الإنسان تعرض أو هذا المعلم تعرض لشتيمة أو لكلمة غير يعني مقبولة من إنسان، سواء مشرف سواء مدير في المؤسسة القرآنية، سواء من طالب كما قلت، يعني أحيانا يكون بعض الطلاب سيء الخلق، ماذا يجب على هذا المعلم؟ الأصل أنه يستثمر هذا المعلم هذه الكلمة وتقلبها على يعني من يتحدث إليه. يعني لو قال لي مثلا هذا الشخص، أو قال لهذا الشخص: أنت مثلا ذوقك سيء في اختيارك لهذه الوسيلة. طبعا كلمة جارحة قد تكون، ممكن هذا المعلم أن يرد عليه بطريقة أخرى. قبل ما ندخل يا جماعة، نحن ننبه أنه الأصل حسن النوايا، والأصل أنه يكون هذا الشخص سواء المعلم أو الآخر أنه يكون يعني حسن الخلق. لكن فيما لو تعرض هذا المعلم لهذا الأمر، كما قلنا ممكن أنه يرد عليه بطريقة أخرى، يقول يعني لو قال مثلا: أنت ذوقك سيء، يقول: صحيح، لذلك أنا اخترتك أن تكون مشرفا علي. إذن هذا مثلا نوع من الردود. ممكن يقول له هذا الشخص: أنت مثلا معلم فاشل. يقول مثلا، ممكن يرد عليه بطريقة معينة: نعم أنا فاشل. شوف كيف أن تقلب هذه الأمور، يقول: نعم أنا صحيح فاشل، لذلك أنا قبلت نصائحك أو اتبعت نصائحك. إذن هذه نوع من الاستراتيجية في الرد على هذا الشخص. لكن الأصل أنه المعلم، معلم الحلقة القرآنية، أن يبتعد عن مثل هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون التقليل من طموحات هذا المعلم. لأنه الناس العظماء هم الذين يشعرونك أنت بأنك تستطيع أن تصبح واحدا منهم. أكرر،
العظماء والإنسان الجيد هو الذي يستطيع أن يشعرك بأنك واحد منهم. إذا أيها المعلم، لا تلتفت إلى الشخص الذي يثبطك أو يقلل من قيمتك. هذه النقطة مهمة، هذا يعني كمدخل عام. يعني تحضرني قصة جميلة، أنه دخل أمير الجيش على الجامع الأموي، لما رأى الناس قاموا، اللي مثلا هارب منه واللي وقف خوفا منه، اختلف الناس في تعاملهم مع دخول هذا الأمير. قاموا كلهم وهربوا، كما قلت اللي هرب هرب واللي وقف وقف، إلا رجل كبير بقي جالس. فجاءوا الأمير والحرس التف حوالين هذا الأمير، وسألوا هذا الأمير: لماذا لم تقف يوم قام الناس؟ انظروا إلى رده. فقال له: أردت أن أقف فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت هذا القيام لذلك القيام. فقال له هذا الأمير: اجلس، فلم تبقي من جسدي شعرة إلا وقفت. إذن لابد للمعلم أن يحسن الرد. والإمام ابن القيم يقول: لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. إذن نكرر أنه هذه الأمور لابد للمعلم أن ينتبه لها، يكون عنده حسن تصرف مع الأسئلة، ولابد أن تتذكر دائما بأن مهنة التعليم هي رسالة الأنبياء والرسل، وأنت وارث لهم، فكن خير وارث. وفي نفس الوقت لا تظن أنك بلغت الذروة، ولا تنظر لسنين العمل دون الخبرة. الخبرة لها دور كبير حتى في الرد على الأسئلة. فننتبه إلى هذه المدخل المهم لنا كمعلمين الحلقات القرآنية. إذن ننتبه إلى الردود التي يعني على معلم الحلقة القرآنية أن يتدارك الأسئلة إذا سئل سؤال معين. طيب الآن ندخل إلى لب هذا الموضوع. طيب إذا وجدت نفسك غير قادر على الإجابة على سؤال موجه إليك، بداية وهذا شيء مهم، عليك أن تتماسك في موقفك وتقول للسائل ببساطة: ذكرني بسؤالك بعد الانتهاء. الآن السؤال: ما فائدة هذه الإجابة؟ من يقول لي ما هي فائدة هذه الإجابة؟ أكرر هذا الأمر. أنا الآن وجدت نفسي غير قادر على إجابة على السؤال. ممكن أنا نوع من أنواع التخلص من هذا الأمر أن أنا أقول للطالب: ذكرني بسؤالك بعد الانتهاء من هذه المحاضرة. ما هي فائدة هذا الأمر؟ طيب ثواني بس خلينا أنا أقرأ الأسئلة. أنا أخذت السؤال من الطالب. نعم هو من الطالب، ويعني راح نتعرف كيف هذه الأسئلة الآن يا أخت نور هي من الطالب، وسنتعرف كيف نتخلص منها. لكن أنا أتحدث كمدخل عام الآن قبل قليل. الأستاذة هيفاء تقول: على المعلم امتصاص الإساءة ولو على مضض وقلب الموازين لصالح المعلم دون شعار الطالب بأنها أثرت فيه. وهذا فن لابد أن يكون عند المعلم، قلب الموازين، يستطيع كيف يقلب الموازين. أستاذة نور كنت تحدثت، فتحت المايك، هل من سؤال؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا قصدت أنه تعقيب على كلامكم الأولاني وقت عطيتنا حضرتك المثال، لو تكون السؤال شائع بعدين السؤال محدد، إنه أنا تخيل والإجابة من الأستاذ، إنه شلون بده يكون بقى بده يعرف يعني إنه بدون ما يشعب الموضوع. يعني تحدث عن تمرين يا أستاذ نور. إيه أستاذ. تمام. الآن الفكرة من التمرين إنه أنا لابد كمعلم قرآني إنه أنا أدرب الطالب على إنه أنا سواء أنا أو أدرب الطالب على أن يكون السؤال محدد وظاهر ومعروف، ما يكونش الأمر مشتت ويدخل ضمن الخيال الواسع، وأنه هو يعني إذا سألني أنا لا أعرف عن ماذا يريد أن يتحدث، أو إذا أنا سألت لا يظهر يعني سؤالي بشكل واضح للطالب. إذا لابد أنه أحدد ويكون قدر الإمكان محدد.
هذا ما قصدته من التمرين. تمام نور؟ تمام دكتور. الله يجزيك كل خير. الله يخليك. أم فاطمة، أم فاطمة نسمع منك الرد على سؤالي. نعم، السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام. بالنسبة لي يعني هذه الطريقة للتخلص من مثلا موقف محرج مثل هذا الأمر، يعني يكون هذه فرصة يعني عندما يقول المعلم للطالب طب يذكرني بهذا السؤال في نهاية المحاضرة، فهذا له يعني من وجهة نظري فائدتين. الفائدة الأولى، إن كان السؤال غير حاضر في ذهن المعلم فإن هذه فرصة للعقل الباطن أن يعمل من أجل البحث عن يعني إجابة طوال فترة المحاضرة، للبحث عن إجابة لهذا السؤال. تمام، إن كان السؤال يعني الإجابة غير موجودة أصلا عند المعلم، يعني لم يتطرق لها قبل ذلك، لم يحضرها، هي يعني ليست الإجابة، فيعني يمكنه في نهاية المحاضرة مثلا أن يقول للطالب طيب معلش نجيب عن هذا السؤال في المحاضرة التالية إن شاء الله، وهذه فرصة للمعلم للبحث عن إجابة على هذا السؤال. والله أعلم. تمام، الله يفتح عليك يا أم فاطمة. أستاذ هيفاء. يعني أنا أرى في هذا الأسلوب أن المعلم لا يزعزع الثقة بينه وبين الطالب، ويلقي الحد من الثقة في أن الطالب سأل سؤالا والمعلم قادر على أن يجيب ولو بعد فترة. وهنا أيضا ينظر في الوقت، وقد ينسى الطالب مع الوقت، وخاصة إذا لم يكن الطالب جادا في السؤال، وهنا نكتسب أمران، إما أن يكون جادا وإما أن يكون يعني فقط ليحرج المعلم. وكما تفضلت الأخت، قد يتسنى للمعلم تذكر الإجابة من خلال المحاضرة أو تأجيلها للمحاضرة الأخرى. تمام، الله يفتح عليك يا أستاذ هيفاء. ما شاء الله مداخلتك جميلة جدا اليوم. الحبيب أبو أيمن تفضل. زاد فضلك شيخنا الكريم. الله يخليك. ما احترامي يعني للإجابات اللي يعني تكلموا فيها الشيخات الفاضلات، لكن ممكن يكون السؤال في صلب الموضوع اللي يعني قيد يعني قيد الدراسة أو قيد الكلام، يعني ما ممكن تأجيله باختصار. لا أبو أيمن، عشان تكون إجابتك واضح، معلش أنا أتحدث إذا كنت أنا كمعلم لا أستطيع إنه أنا أجيب على هذا السؤال، يعني ما عنديش الإجابة عليه على هذا السؤال. أنا فهمتك إنه تلافيا لهذا الموقف كمعلم أو كمدرس أو يعني أنا من خلال خبرتي طبعا في التدريس لفترة طويلة، على المدرس أن يحضر يعني لأكثر من هذه الأسئلة المحرجة، ومع مع الخبرة هو محضر لكنه طرح عليه سؤال لا صراحة أنا يعني هذا الموضوع جدا بشوفه يعني محرج جدا، وإذا تكرر يمكن يعني يأثر على سمعة المدرس أو المعلم. لذلك يعني أيضا هون بضيف أنا شغلة بالإضافة إلى تحضيره بشكل جيد، أضيف أنه إن لم يكن هو قادر وما يكون ذو مستوى وكفاءة ما يدخل المدخل اللي هو يكون فيه. يعني أوضح يعني أكثر شوي، يعني إن كان هو يعلم في قراءة أبو عمرو البصري، أو كان هو يعلم في قراءات متطورة، أو كان هو يعلم في صفوف ثانوية، أو يكون ذي مستوى أعلى، إذا هو ما كان كفء لهذه المداخل ما يدخل فيها الأفضل. وأنا هذا رأيي والله أعلم. تمام حبيبي، حقيقة يعني قضية أنه يأجله للطالب، الطالب يعني عفوا أنا آسف لهذا التعبير، يمكن يعني يكتشف أنه والله الأستاذ أو المعلم يعني عم يتهرب من جوابي. وصلت أبو أيمن. شكرا على مداخلتك الرائعة. أيضا أستاذ مهيمنة، ونأخذ أستاذ مهيمنة بعد نأخذ أستاذ هند. تفضل أستاذ. إن شاء الله. السلام عليكم. نعم. السلام. لا أعتقد أنه يعني الأمر محرج للمعلم، يعني طبيعي المعلم بالنهاية بشر مهما حضر ومستوى الثقافي وكذا، يعني في كبوات يعني، وبالعكس لا بأس أنه المعلم لو أظهر أيضا أنه نعم مش عارف الجواب تحصل، يعني هاي بتكون طبعا صدف مش متكررة،
فلا بأس يعني، وحتى لو قال للطالب بعد الحلقة وأفحص أنا وياك أو أنت كذلك ابحث وكذا، بعتقدش إنه فيها إحراج أو شيء، بالعكس يعني الشيء طيب احنا مقبول. بدنا ولكن يعني عشان تكون امورنا واضحه بدناش نتشعب في الامر ايش السبب، انا اقول ما هو الفائده من هذا الامر؟ يعني انا اقول ذكر نعم نعم صحيح، يعني القصد انه في امكانيه انه بعد فعلا بعد الحلقه، لانه برضو الطالب احيانا الطلاب بتشعبوا بالاسئله، فبيكون يعني ابعد عن المسار حتى لو المعلم ما عرفش الجواب، فلا هو هيك بيحدد النقاط يعني ممكن نجيبه تمام بعد الحلقه. نعم تمام استاذ مهم، بارك الله فيك. استاذ هند كنت رافع اليد، تفضلي وناخذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. انا شايف الامر فيه شقين، اول شق بيتعلق بمساله سوء الادب بالنسبه لبعض الطلبه، طبعا مش كلهم، دي مساله خاصه بجزئيه تعليمهم وتوجيههم دورات اللي هي اداب حملت القران والكلام ده كله، ده جزئيه. الجزئيه الثانيه انه اي يعني اي معلم معرض حتى لو عنده علم، من فينا يعني لا يخطئ او من فينا لا يعني كامل في علمه. بشوف ان لو السؤال ده النوعيه دي، السؤال ده ليه رائحه خاصه، ان انت تعرف اذا كان هو يقصد يحرج المعلم الفطن هيقرا ده، الزاويه دي. الزاويه الثانيه انه من يعني مش من العيب ان لو السؤال بالنسبه لي مش حاضرني المعلومه دي، طيب أنا هأجيبك بإذن الله في الحضرة القادمة على إني أبحث عنه عشان يكون إجابة تامة وكاملة يعني بشكل مؤكد بالنسبة لك. احنا أستاذ هند يعني أنا أتمنى بس عشان ما نخرج، لأنه الأمور اللي أنتم بتحكوا فيها سأتحدث عنها بعد قليل، بس عشان ما نخرجش عن الموضوع يعني أتمنى من الجميع. الآن أنا كان سؤالي واضح، أنا كمعلم للحلقة القرآنية سئلت سؤال لا توجد عند الإجابة، وكما تفضلت حضرتك إحنا نبقى بشر، ممكن أنا ما يكونش عند الإجابة، ممكن إحنا نبقى بشر. الآن أنا ممكن من طرق التخلص من هذا الأمر إن أنا أقول للطالب ذكرني بهذا السؤال بعد الانتهاء من المحاضرة. ما فائدة هذا القول قولي أنا؟ خلينا في الموضوع نفسه عشان ما نتشعب. نعم تفضلي. ما خلاص حضرتك تأكمل المحاضرة، أنا بس كان تعليقي على حتة إن جزئية إنه محرج أو يقصد يحرج. لا ما إحنا موضوع محرج، بارك الله فيك. يقصد يحرج دي الفطن، المعلم الفطن هيبقى لابق إنه يجاوب السؤال لو عارفه، أو لو مش عارفه ما فيش أي مانع أبداً إن أنا بيتم البحث عن السؤال وتأجيل الإجابة عليه. تمام، يعني إحنا راح نتحدث عن الأسئلة يعني ممكن نقول عنها أو نعبر عنها بالسامجة من شخص يعني هو يريد أو يتعمد إحراج أنا كمعلم. طيب على العموم مداخلتكم رائعة، أشكركم على هذه المداخلات. خلينا يعني نلخص هذا الأمر حتى لا نتشعب كثيرا. خلال هذا الأمر أنه أنا أثناء المحاضرة أنا ممكن أسأل السؤال في لحظة معينة ما أكونش مستحضر للإجابة، لكن بعد فترة من الزمن 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ممكن أنا أتذكر هذا الأمر. قد يكون من خلال أنا شرحي أتطرق لنقطة معينة تفيدني في الفتح علي على للإجابة على هذا السؤال. من ضمن الأمور أنه أنا منزعش الثقة اللي بينه وبين الطالب، إذا قلت له أنا والله لا أعلم، وطبعا قولي لا أعلم هذا لا يعيبني، لكن الأفضل أنه أنا تكون عندي دائما الإجابة. لكن أنا ممكن تأجيل هذا السؤال لنهاية المحاضرة أنه أنا ما أنزعش الثقة مرة واحدة اللي بيني وبين الطالب. عدم كما قلت عدم جاهزيته أو عدم معرفة الإجابة قد تأتي بعد ذلك. والأمر آخر أنه ممكن الطالب ينسى أو ينحرج أنه يسألني هذا السؤال في نهاية هذا المطاف، وبالتالي إذا لم أستحضر الإجابة ممكن خلال المحاضرة التالية أكون في هذه الفترة أنا جمعت أو علمت ما هي الإجابة، وبالتالي أستطيع أن أجيب عنها في المحاضرة القادمة، لكن بنوع من الفن أنه أنا أقول أنا سألت سؤالي من فلان الفلاني وهو لم يذكرني في نهاية المحاضرة، لذلك أنا أجيب عنه في محاضرة هذا اليوم. إذن ممكن يكون هناك عدة طرق، منها كما قلت أنه أنا أقول للطالب ذكرني بسؤالك بعد انتهاء المحاضرة. تحضرنا أيضا قصة جميلة أنه كان أحد الخطباء يخطب بالناس،
قام شخص منهم صائحا ويقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أجاب الخطيب ببساطة وبسهولة، قال له هذا رأيك وتابع الخطبة. إذن لابد للمعلم أن يحسن التخلص من بعض المواقف المحرجة. إذا كنت أنت لا ترغب في الإجابة على السؤال، إيش أنا ممكن أنا أعمل أو هذا المعلم أن يعمل؟